في نظام الويندوز لو علق معك أي برنامج تضغط على Ctrl Alt Delete. في نظام الماك نفس الشيء بس تضغط على Command Option Escape فراح تظهر معك النافذة هذه، فلو اخترت أي برنامج وضغطت على Force Quit فراح يقفل معك البرنامج، وتقدر بالضغط على Command أنك تختار مجموعة من البرامج وتقفلها دفعة واحدة، أو تختار أول برنامج وبعدين آخر برنامج وتضغط على Shift فراح تختار مجموعة من البرامج. نفس النافذة هذه تقدر توصل لها عن طريق علامة التفاحة وتختار Force Quit وراح تظهر معك نفس النافذة. ولو علق معك برنامج مجرد أنه رايت كليك على البرنامج أو بصبعين على التراك باد وتضغط على Option فراح يتحول معك إلى Force Quit وتقدر تقفل البرنامج لو كان معلق. الاختلاف الوحيد في الفايندر، فالفايندر ما راح يظهر لك Quit، لكن لو فتحت أي نافذة وضغطت بصبعين على التراك باد وضغطت على Option فراح يظهر لك خيار Relaunch فراح يتقفل الفايندر ويرجع يفتح من جديد، لأنه من أساس النظام والنظام ما يشتغل بدون الفايندر. يريد تكتبوا لي في خانة التعليقات لو كانت بعض هذه التلميحات الأساسية مهمة لكم أو لا. يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم.